ألف مليون مبروك للنادي الأهلي كعادة النادي الأهلي كبير القارة الأفريقية. نخش في الجد على طول، ومعايا على التليفون الآن يقول لك إيه لاعب الوسط دايما اللي هو يعني اللي بيجري كتير يعني اللي بيعمل مجهود بدني كبير يعني يقول لك صاحب الرئات الثلاث، لكن اللي هتكلم معاه دلوقتي ده ممكن تقول صاحب الرئات الأربعة الخمسة الستة السبعة، وحش وسط ملعب النادي الأهلي كابتن الكبير كابتن مروان عطية. ألف مليون مبروك كعادة النادي الأهلي بطل القارة. حبيبي يا كريم الله يبارك فيك، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، مبروك للعيبه والجهاز ومجلس الاداره، ومبروك تاني مره للجمهور اللي شرفنا النهارده وشرف بلد، الف مبروك. يا اخي انت برضو غريب في الملعب بصراحه، انت في كل جزء في ارض الملعب موجود النهارده، عملت مجهود قبل المجهود الفني الرائع كعادتك، يعني مجهود بدني خرافي جدا يا مروان بصراحه. حبيبي ربنا يخليك، ده كرم ودعوات والدي ووالدتي الله يرحمهم طبعا عليا ورضاهم عليا، وطبعا بشكر واكيد طبعا مش بلعب لوحدي في الملعب، اكيد بشكر زمايلي طبعا كلنا النهارده على قلب رجل واحد، كلنا كنا خايفين على بعض وخايفين على البطوله وعلى الكاس، والحمد لله طبعا كلنا مجهودنا بالفوز وبفرحه الجماهير وفرحه اللعيبه وفرحه اهالينا، والحمد لله يا رب دايما بما نعمه كده علينا وعلى النادي الاهلي بجميع بطولاته، وكل سنه ناخد بطولات ان شاء الله. النهارده الهدف الاهلي المبكر خلى النادي الاهلي شويه يلعب بدفاع متوسط، وخلى الدور عليك بقى صعب جدا انت ولاعيب الوسط تحديدا، النهارده عملتوا مجهود بعد الهدف كبير جدا يا كابتن مروان، حسيت بصعوبه في المباراه امتى؟ اكيد طبعا احنا كنا نقدر الشوط الاولاني نجيب جول اثنين وثلاثه صح، بس الحمد لله يعني كويس ان احنا طلعنا بجول الشوط الاولاني، وبالذات في اول ربع ساعه كانوا اهم ربع ساعه في الماتش، هم اول ربع ساعه وقدرنا الحمد لله ان احنا نجيب فيهم جول، احنا كنا مركزين ان احنا ننزل اول ربع ساعه نجيب جول، وفي نفس الوقت مهما يحصل جبنا ما جبناش ما يخشش فينا، والحمد لله قدرنا نجيب جون ونحافظ على تصدي شباكنا يعني، والحمد لله يعني فرحنا الجماهير وقدرنا ناخد البطوله. في لحظه تغييرك كان معايا بعض الاصدقاء بنتفرج على المباراه كله فتح بقه قال لا مروان عطيه لا، فانا قلت لهم انا اعتقد ما فيش لعيب في الكون هيقدر يعمل المجهود البدني اللي مروان عطيه لعبه ده كله والمفروض يكمل، انت كنت خرجت لاسباب بدنيه اكتر منها اسباب فنيه مظبوط؟ والله اكيد طبعا انا كنت عامل مجهود كبير الحمد لله طبعا اكيد، لو فنيا وجهه نظر الكوتش اكيد طبعا هنحترمها، وثانيا لو بدني برضه الكوتش وجهه نظر او شايف ان في تعب او ان مروان خلاص يعني عمل اللي عليه عمل الدور عنده جهد عنده نفس اكتر، والحمد لله يعني الناس اللي بتنزل الحمد لله بتأدي يعني كلها وكلنا على قلب رجل واحد يعني الحمد لله. مروان احساسك ايه وتاني بطوله افريقيه بتحط في رصيدك على التوالي؟ ده اكيد طبعا احساس كبير واحساس عظيم، وفخور جدا ان انا بلعب في النادي الاهلي، وفخور جدا ان انا واخد بطولتين دوري ابطال افريقيا وشارك فيهم بمجهودي وبعرقي اكيد طبعا، وبشكر اللعيبه كلها كانت رجاله من اول البطوله لاخر البطوله، كان علينا ضغط ماتشات صعب جدا وفتره صعبه جدا، بس الحمد لله قدرنا نكللها بمجهودنا وفرحه الجمهور، وفرحنا الجمهور ومروحينهم مبسوطين، واحنا مروحين اهالينا واحنا صحيح الحمد لله. وسط ملعب مليان بالنجوم في النادي الاهلي وانت محافظ على مكانك دايما، ودايما في انسجام بينك وبين اي حد بيلعب جنبك. اكيد طبعا ده بيبقى توفيق من عند ربنا وكرم طبعا من عند ربنا، وشغلك واجتهادك في الملعب وتنفيذ التعليمات، والحمد لله كلنا اخوات، واي ثلاثه يلعبوا في الملعب بيشيلوا في الملعب، واي حد بيبدا كلنا بنشيله، واي حد برضه بينزل كلنا بنشيله، كلنا على قلب رجل واحد وكلنا بنشيل بعض، كلنا في سيستم ومنظومه واحده شايلين بعض وكلنا واحد الحمد لله. بصراحه يا مروان كده واحنا فرحانين كلنا ومصر كلها فرحانه النهارده، بيبقى في زعل بينكم وبين بعض اللي بيلعب واللي ما بيلعبش زي ما بعض الناس بتقول؟ لا اكيد، بص اكيد مفيش لعيب عنده غيره على فرقته، ومفيش لعيب في نهائي زي ده عايز يقعد بره، اكيد كل لعيب عايز يبدا، كل لعيب عايز يلعب اكيد طبعا، واي لعيب عنده طموح وعنده شغف وعنده اصرار اللي هو يبقى حاجه كبيره لازم يزعل، بس في زعل انك تزعل انك ما بتلعبش وعايز تشارك وعايز تسند فرقتك، وفي زعل مش كده، لكن احنا عامه في الفرقه زعلنا كله زعل صحي. الغاء زعل كله ان كل لعيب عايز يلعب عايز يشيل فريقه صح، ودي حاجه يعني حلوه في فرقتنا ان احنا كلنا عايزين نلعب كلنا عايزين نشيل الفرقه،
فديت حاجه كويسه وبتعود على الفرقه طبعا، ان اللي بيلعب واللي بينزل بيأدي زي اللي بادئ، يعني صح. اللي بادئ واللي بينزل الاثنين زي بعض. صحيح. الغياب الحاضر النهارده علي معلول كمان النهارده عمل معاكم دور عظيم جدا في البطوله، بس غاب النهارده وغاب المباراه الماضيه معظمها يعني. اكيد طبعا، اكيد علي معلول طبعا من خلالك بشكره وبقول له الف سلام، وبشكره طبعا على تعب معانا السنه دي، فعلا هو يستاهل كل خير. علي لعيب كبير وبنتعلم منه وبنتعلم من خبرته، واكيد فرق معانا بشكل كبير، بس الحمد لله قدرنا نهدله البطوله ونفرحه يعني، وهو في بيته وقاعد بيتفرج علينا، فالحمد لله قدرنا نفرحه الحمد لله. اخر حاجه تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في الملعب والمتواجد في كل مكان في مصر؟ اقول لهم بشكركم طبعا على دعمكم لينا ودعمكم للفرقه ودعمكم اللي هو اللي انتم ظاهرين طول الوقت، والحاجه وعلى الحاجه الشريفه اللي كانت في الاستاد النهارده، وانتم كنتوا اللاعب رقم واحد، الحمد لله قدرنا نروحكم مبسوطين الحمد لله. مروان الف مليون مبروك وحش وسط ملعب النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما متالق انت وكل زمايلك فرحتونا.